فعليا اكو مفدين، واحد للكتائب وواحد للدوله العراقيه بالقائم على ما اذكر. سيدتي بامكانكم اخذ كاميراتكم والاستقصاء من منفذ طريبيل الحدودي. منفذ طريبيل الحدودي منفذ منضبط بنسبه 100%، وتوجد بوابتين. بوابه دخول وبوابه خروج. المنفذ محكم بسياج ممتاز جدا، لا توجد لهذه. هذا مال الدوله. هذا اكو منفذ اخر مثل ما قال للكتائب او لاي جهه؟ مستحيل مستحيل. يعني اذا احنا ردنا ان نسمح الى هذا الموضوع افتراضا، فالجانب الاردني ما يسمح لهذا الموضوع ابتداءً.